احنا 106 مليون وعندنا عدد كبير قوي، انا قلته قبل كده 9 مليون موجودين معانا هنا. وزي ما انتوا شفتوا في منطقتنا حوالينا من كل حتة، وانا بحاول ان انا ما اقولش كلام يعني ازعل بيه حد من اي دولة يعني، لكن تبصوا شمال تبصوا جنوب تبصوا شرق تلاقوا الدنيا مش يعني تحديات ومشاكل وليها آثار وليها تأثير علينا، واحنا دولة يعني مقاومتها مش كتير. بس بفكركم ان 10 سنين قتال ليهم تكلفة، وقبل منهم 2011 ليها تكلفة، وبعد منهم 2013 ليها تكلفة. التكلفة دي محدش لوحده يقدر يشيلها، أنا ما أقدرش أشيلها لوحدي ولا الحكومة تقدر تشيلها لوحدها، لكن نقدر كلنا مع بعض نشيلها. أولاً بفهمنا، محدش يعني وإحنا بنتكلم في النقاط ديت يعتبر نفسه بعيد ويوجه لنا الكلام. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا بتكلم وبقول يعني إن الأمور ابتدت بفضل الله سبحانه وتعالى تتحسن. طب بتقولي الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان أسجل موقفي أنا لكم كلكم. اسمعوا، أنا ما غامرتش بيكم، ما خدتش قرار أضيع في مصر ولا الحكومة، احنا ما غامرناش لا عشان خاطر يعني هوى ولا يعني فهم خاطئ او تقدير منقوص فخدنا قرار فدخلناكم في الحيط وضيعنا مصر، لا. وكمان خلي بالكم، ما احناش ان شاء الله فسد خدنا أموالكم وضيعناها، ضيعناها بفساد أو بدلع، لا ما حصلش. إن كنا عملنا فكل حاجة اتعملت على أرض مصر أي حد يشوفها. بقول الكلام ده لأن الكلام ده مهم، لأن الكلام اللي بقوله ده تسجيل من إنسان انتوا اخترتوه وقلت له تعالى تولى المسؤولية، وأنا قلت لكم تعالوا نتولى المسؤولية. يعني ما قلت لكمش أبدا إن أنا الموضوع ده أنا لها وخلصكم، لا لا،